عندها مش قيمة العيلة. عشان كده برضو من الشغل لو انت مع كوتش كويس بيعرف قيمك، بيعرف حاجات كتيرة قوي. الموضوع مش تعالي، هو مش بندخل نحل مشكلة دي لوحدها ونطلع، يعني زي ما بقول لكم بشتغل على فلوس بنلاقي نفسنا بنحل قصص تانية، واي كوتش بيشتغل كده، بتشتغل على وزن بتلاقي نفسك بتحلي مواضيع تانية، فهي القصة بتبقى منظومة. فهي لو حد عنده قيمة عالية للعيلة، ولو هو معتقد كمان معاها انه الفلوس هتخرب العيله دي، مش هيخلي العيله تجيب فلوس. حتى لو هو معتقد الزوج لو اختنى قوي هيسيب العيله او هيتجوز على عيها او هيعمل، مش هيخلوا الراجل يبقى في ايده فلوس. كسروا معاه دي، فهيعمل حاجات كتيره قوي من غير ما ياخدوا واخدين بالهم او واخدين بالهم، بحيث ما يوصلوش لهذه المرحله. يعني مثلا شافوا مثال كده، احنا بندخل نشتغل على المنظومه بتاعت الشخص ده، هي منظومه، منظومته الداخليه، معتقداته وتركيبته. في حين هي مش حقيقه ليه؟ لان في واحده تانية عادي ساعدت جوزها وكبرته وشجعته لغايه ما بقى عنده مصنع واثنين وثلاثه وبقى بوزيشن عالي وبقى عنده فلوس كتيره، وهي ما عندهاش المنظومه اللي بتقول العيله هتتخرب لو جوزي اقتنع. فهي شغاله عادي. فهي it is about البيليتس اللي عندنا. بنشتغل عليها امتى؟ لما احنا نكون تعبانين. مش عشان تعالوا يا جماعه انا كلكم لازم انضف لكم معتقدات، لا. الشخص بيبقى يقول انا زهقت، انا بحاول اعمل فلوس اكتر ومش نافع، انا مش فاهم ليه الوقفه كده. زي ما انت قلتي يا جمانه، انا مستغربه ان كريدت كارد نفس المصروف كل شهر، في حاجه غريبه يعني، من غير ترتيبه، من غير انا مش عامله لنفسي مصروف اكس كل شهر لازم افرتكه، لا انا مش عامله كده، مش مفاجئ ان هو نفس الرقم. لما انا بقى بتشتكي بقى، ده الوقت اللي الدكتور بيدخل يعني، الدكاتره مش ماشيين في الدنيا يقول تعالى هنا كده ما اشوف لك قلبك وتعالى هنا كده اشوف لك صدرك، لا. الشخص بيروح له يقول له شوف لي انا مش بعرف امشي انا بلهج، يقول له تعالى نشوف ايه الحكايه. فاحنا بنساعد الشخص اللي هو مش مبسوط في الحاله اللي هو فيها، وبيحاول يفهم ليه، وبيحاول يفهم اعمق من عقله قادر يستوعب، لان عقله العاقل الرد مش جواه. يعني بالانجلش the answer is not in your logical mind. الرد مش هتلاقوه هنا، لان هو مش هنا اصلا. الرد هو في ايه السبكونشس مايند، فانتوا بتدوروا في حته غلط، ونقعد نكسر دماغنا بقى هو ايه اللي حصل؟ وانا اتحسدت وحصل ايه؟ وانا حصل لي ايه؟ وانا ليه مش عارفه إيه؟ بيحصل حاجات غريبه في الدنيا، الدنيا صعبه، بنقعد نلف في سيركلز ملهاش معنى، والسيركل الاصليه بينا عندنا بس ار بليف سيستم. اوكي؟ سو زي نرجع تاني لبدايه الكلام، ان احنا عشان نغير سيت بوينت نبتدي ننظف وننظف ونعرف معتقداتنا. مع الوقت بنلاقي السيت بوينت دي اتحركت لوحدها. لما انا اشيل خوفي ان انا لو اقتنيت هسيب عائلتي، لو انا اشيل خوفي ان انا لو اقتنيت هغلط هبقى يعني اقل دي تدينا، لما اشيل الاقي ان انا كاني عقلي وجسمي وكلهم اتفقوا انه في امان جدا ان انا اجيب دبل اللي انا بجيبه. ونلاقي بقى بسهوله الدنيا تبعت لك حاجات وتتوجد وتحصل. وده بقى الناس تقول قانون الكون وحصل حاجات غريبه، وناس كتير بقى منك هتقول لك انا ما اعرفش ايه اللي بره، انا مش قادر اركز، انا ما اعرفش، انا كنت في شغلانه ب 2000 جنيه لقيت نفسي في شغلانه ب 7، انا مش فاهم هيحصل ايه بالظبط، حاجه غريبه. ممكن يكون ما اشتغلوش معانا بس هو كسرها بطريقه ما، بقى قرا كتاب، عمل حاجه، قعد مع صاحبه فقال له ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده، فرقت معاه او راح لكوتش. فهي القصه كلها وانس او اول ما نكسر القصه دي الباقي سهل بقى، لان انا سمحت لنفسي. والجمله الاقوى اللي انا بحب اشتغل بالامان، حسيت ان انا في امان بمعنى الكلمه امان لما انا اكون في المكان ده. انا في امان ان انا باخد دوبل اللي انا باخده، انا في امان، ولا جوزي هيزعل ولا بابا هيزعل ولا اخويا هيزعل ولا اولاد خالتي هيزعلوا ولا اصحابي هيبتدوا يحسوا ان انا بقيت غريبه عليهم، بقيت بركب عربيات مختلفه وبلبس مختلف هيسيبوني، ما عندي امان، ولا خايف من الحسد، شفتوا كام حاجه بقى، ولا 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 ولا. فلو انا كل ده جوايا حاسس بامان، ايه اللي وقفني؟ ايه اللي وقفني؟ خصوصا لو انا طموح وبدور على ده. انا بقول في الشخص اصلا بيكون انا مش فاهم في ايه، انا متعلم كويس، انا كذا انا كذا انا كذا، انا ببتعد، انا مش فاهم في ايه، ليه مش عارف اعمل كذا القفزه دي؟ ما هو عشان بقى في حاجه غريبه، حاجه خفيه.